الرجال من المريخ والنساء من الزهرة. جون غراي. التضاد يولد التجاذب، قاعدة كونية. ولأن الرجال المريخيين يتشابهون، بحثوا في الكوكب حولهم عمن يختلف عنهم، فوجدوا النساء في الزهرة ورحلوا إليهن، واجتمعوا أخيراً في كوكب الأرض. مع مرور الوقت نسي كل منهم أصله وفتر شعوره، وأصبحوا غير قادرين على فهم بعضهم البعض. تراكمت الخلافات، احتدت المشاعر، وبعدت المسافات، ولا يعرفون كيف يعالجون الموقف. يتناول هذا الكتاب عقلية الرجل والمرأة، فمهما اختلفت طرق التقائهما ومهما اختلفت درجات الحب بينهما، تحدث المشاكل. يندهش كل منهما مما يحدث، منهم من يبحث عن حل، ومنهم من يكتفي بالابتعاد. ستتعلمون كيف تؤثر الاختلافات على تواصل الرجال والنساء، وكيف يمكن أن تحسنوا علاقاتكم مع شريك حياتكم. الطريقة المثلى لتجنب الخلافات هي الإيمان بالاختلافات. يجب على كل من الرجل والمرأة ألا ينسيا أنهما من بيئتين مختلفتين، وأنهما بدأ بصنع بيئة تختلف عن بيئتهما بعد الارتباط. مشاعر الحب التي جمعتهما لن تفتر إلا إن سمح بذلك، فالعادات الخاطئة والظنون هي أكثر ما يقتل الحب. يجب أن يؤمن كل منهما أن رجلاً مريخياً لن يتوافق عقله مع امرأة جعلها الله مختلفة عنه قلباً وقالباً. الذين تزوجوا بعد قصص حب نصفهم انتهى زواجهم بالطلاق، أما من استمروا في الزواج نصفهم انتهى الحب بينهم، ولم يتبقى من زواجهم إلا هيكله الذي حافظوا عليه من أجل الرابطة فيما بينهم فقط، كالأولاد، العشرة، أو غيره من الأسباب، لا من أجل الحب. بتعبير آخر، فقط 25% من الزيجات تستمر لأجل الحب، فأين اختفى الحب عند 75% الباقية؟ إن أراد البقية تدارك الحب، عليهم بسؤال أنفسهم 3 أسئلة. 1. ما السبب الحقيقي وراء غياب الحب؟ 2. كيف بدأنا نشعر بغيابه؟ 3. ولماذا سمحنا له بالغياب؟ الإجابة الصادقة عن الأسئلة السابقة هي بداية حل المشكلة، وهي بداية العودة لسحر النظرة الأولى والاقتراب الأول. آمن بالاختلاف، اجعل الاختلاف عنصر إمتاع وتغيير، لا عنصر جفاء، ولا تطلب من الآخر أن يشبهك. قبعات عليك نزعها، وإرشادات عليك تأخيرها إلى أن تطلب منك، للوصول لحالة من الهدوء في علاقتكم الزوجية. أيها الخبير، زوجتك تنثر شكواها على مسمعيك، لا تريد خبيراً، بل تبحث عن احتضان. بينما كنت في كوكب المريخ ترتدي ثياب الخبراء، رئيس دولة أو طباخ، فإنك في كوكب الأرض عليك أن تخلع الهيئة الرسمية والتفكير الرسمي على عتبات المنزل. وعند الاستماع لشكوى سيدة من الزهرة، كل ما عليك هو أن تستمع بإنصات. اترك ما في يديك، احتضن يديها، فهي قد تقاوم الحلول التي تقترحها عليها، لكنها بكل تأكيد لن تقاوم مساندتك لمشاعرها عبر الاحتضان، وهذا ما تفعله الزهريات لبعضهن البعض، الاحتضان في الفرح والحزن والكثير من الثرثرة. أيتها المستشارة، نصيحتك المجانية التي تقدمينها لصديقتك عليك أن تخبئيها في عقلك، فبينما صديقتك ستعتبر أنها تضامن عاطفي، زوجك سيعتبرها تدخلاً في شؤونه واستهزاءً بعقله وقدراته. أما حين يقرر الابتعاد عنك لأمر أو لآخر، فهذا لا يعني أنه يفضل كهفه عنك، بل كل ما في الأمر أنه ينعتق من نفسه، مشكلاته، عالمه، ليعيد برمجة نفسه وليستعيد كينونته الأولى. ثرثرة النساء وشكواهن هي نوع من طلب الاحتضان، ومباراة أو جريدة أو أصدقاء في مقهى هو بحث عن السكينة، فلا تقدم النصائح ولا تكسري عزلته. الحدود، المسؤولية، وطريقة التعبير
أمور على كل من الرجل والمرأة فهمها والتعبير عنها بشكل أكثر دقة. يؤمن الرجل بالربح، وهذا يعني أن يجعل خصمه يعاني الخسارة الشديدة. وجود امرأة بجانبه يعزز شعوره بالقوة وبضراوة الوصول للانتصار الساحق، وبنظرة واحدة خاطفة تستطيع النساء تعزيز هذا الشعور وتمنح الرجل قدرة فوق قدرته. لهذا إن أردت أن تحظي بزواج سعيد، عليك إشعاره دائماً أنك بحاجة له. تقدرين أعماله البسيطة بنفس الحماس الذي تقدرين به طفلاً نطق أحرفه الأولى، لكن هذا لا يعني أن تبذلي دائماً، بل هناك حدود عليك أن تضعيها. علميه أن يكون مسؤولاً، أن يتخذ خطوات الاقتراب، كما عليك أن تعلميه كيف يستمع لك. على سبيل المثال، قولك له نحن لا نخرج أبداً، يفهمها هو أنت شخص غير مسؤول، تقع على عاتقك مسؤولية اكتئابي. لهذا سيقوم بالرد مدافعاً عن نفسه، لقد أخذتك الأسبوع الماضي إلى المطعم. يمكننا صياغة الحوار السابق كالآتي: أنا أحب قضاء الوقت معك، حاول أن تجد لي هذا الأسبوع يوماً لنحظى بأمسية كالأسبوع الماضي. هنا قمت بإشعاره باحتياجك له، قوامته، ثم وضعت حداً بقولك أسبوع، وتركت له خيار اختيار الوقت المناسب والتخطيط للأمسية المناسبة. ولهذا عليك أيها المريخي أن تترجم بعض الجمل، فقولها لك أكرهك يعني أطلب منك أن تقترب أكثر، أو قولها أريد رومانسية أكثر، فهذا يعني أريد بعض الورود أو المفاجآت. ما الذي يجعل الرجل يتحول من فارس إلى محامي دفاع؟ وهل للمرأة دور في هذا؟ ينسحب الرجال لفترات فتبدأ النساء بالشعور بالقلق، لكن في الحقيقة هذا الانسحاب أمر جيد، فسرعان ما سيعود الرجل بعاطفة أكثر من ذي قبل إن استطاعت المرأة أن تحافظ عليه في سكونه. فالرجل كالمطاط، إن قامت المرأة بجذبه أكثر من اللازم سينقطع أو سيرتد مسبباً لها صدمة، لكن إن تركته مع طبيعته فإنه سيلين ويقسو بحسب نفسيته ومشاغله، وسرعان ما سيعود لها. أما المرأة حين تكتئب تغوص إلى داخلها، وعلى الرجل تجنب انتقاد المرأة في هذه المرحلة. وكلما استمع لها الرجل دون إبداء نصائح أو انتقادات سيسهل على المرأة العودة لنفسها مرة أخرى، لكن إن انتقدها على شعورها غير المفهوم بالاكتئاب فإنها ستغرق أكثر في تلك المشاعر. وللعلم فإن المرأة تصاب بالاكتئاب لأسباب غير معلومة قد تعود للطبيعة الأنثوية، وعلى الرجل أن يراعي ذلك وأن يشعرها بالتضامن والتعاطف. المرأة والرجل كل منهما عليه أن يثق في الآخر، أن يترجم الكلمات. المرأة دائماً تبحث عن فارس بحصان، فإن استطاعت أن تشعره بقوته سيبقى فارسها، وإن استطاعت تلبية مشاعرها العاطفية وتقبل تقلباتها المزاجية فستحافظ على النظر له على أنه فارسها. لكن إن بدأ كل منهما بإظهار الصخب، الغضب، المشادات الكلامية، فسيتحول كل منهما إلى محام. سيرتفع صوت الرجل، ستتراجع النساء، سيعلن الرجل فوزه، لكن في الحقيقة كل منهما سيكون خاسراً. على الرجل أن يبدأ في التعود على الاعتذار، فالمرأة تفهمه كنوع من التراحم، وعلى المرأة أن تثق أكثر بقدرات زوجها وتقلل رغبتها في تغييره حتى لا توصله لمرحلة المرافعة والدفاع عن نفسه. كيف يزن كل من الرجل والمرأة الأمور؟ شعور المرأة إن قمت بفتح باب السيارة لها هو نفس الشعور إن أحضرت لها هذه السيارة كهدية. لهذا لا تستصغر الأشياء البسيطة، التفاصيل في تعريف النساء هي التي تميز رجلاً عن آخر. فمثلاً احتضان عند عودتك للمنزل، سؤالها عن تفاصيل يومها المليء بالروتين كالصغار والتنظيف، وهل هناك سائل خاص تفضله عن غيره، ثم ماذا عن وردة على الوسادة، أو رفع الصحون عن المائدة. وإن ثارت عليك لأمر ما فلا تبرر، بل قم بالاعتذار وانظر لعينها واصمت. هذا كفيل بأن يجعلها تبدأ هي في الاعتذار، أو لربما
تبدأ في تحميل نفسها الخطأ بدلاً عنك. لا تقم بإظهارها كالمخطئة. حاول دائماً أن تظهر احترامك لها أمام الأقارب، فهذا أكثر ما يشعرها بحبك لها. في المقابل، عليك سيدتي أن تنتبهي للأمور الصغيرة التي يحاول أن يقوم بها، حتى لو لم ينجح في ذلك، فمجرد محاولته هي نوع من التقرب. لا تدعوا ماضيكم يؤثر عليكم، ولا تدعوا ما رسخ في عقولكم في الصغر يطغى بشكل أو بآخر على علاقتكم الزوجية. الحب هو تحرر للمشاعر ونوع من العلاج النفسي، يظهر لامعاً في أوله ثم يبدأ في الخفوت. يجب أن تتم مراعاة هذا الحب، واللوم ليس علاجاً والصراخ ليس علاجاً. كل ما في الأمر أننا نحتاج إلى أن نفصل بين رؤيتنا للأمور وبين رؤية شريكنا له. طريقة تصرفنا في الأمور تعتمد 10% على الشخص المقابل لنا، و90% على أمور لها علاقة بماضينا. فهم ذلك من كلا الزوجين يحتم عليهما البدء بالمساندة في الأوقات الصعبة لإنجاح الزواج. الحب كالسنة له فصول، إن كنت جاهزاً للفصول فستنجح في تقلباته. الخلاصة: يتحدث الكتاب عن اختلاف عقلية الرجل والمرأة، وكيف أن هذا الاختلاف هو السبب الرئيسي في التجاذب. تبدأ الخلافات عندما ننسى هذا الأمر. تتعدد أشكال الاختلافات، لكن أبرز المشكلات التي يتحدث عنها الأزواج هي العمل والمكافأة على الإحسان، في حين أن الرجل يضع 50 نقطة على عمله وينتظر المقابل من المرأة، تضع المرأة نقطة واحدة على العمل وتنتظر منه المزيد لينال حبها. كما أن المرأة تعطي دائماً وتعتبر أن العطاء هو الحفاظ على الزواج لا من أجل الحب، بينما يعتبر الرجل أن المرأة تعطي لأنها سعيدة. هذه الاختلافات في الرؤى والاعتقادات هي سبب الخلافات، لهذا عليك تعلم متى تعطين ومتى تتوقفين. وحين تتوقفين أشيري للرجل بذكاء ليبدأ في العطاء. أحبي أشياءه الصغيرة التي يقوم بها، لأنه حين يغضب أو يجرح ينسحب مسافة كبيرة إلى الخلف. وعليك أن تقومي بمجهود مضاعف لإحراز تقدم لديه ولتدارك الخطأ. لهذا إن أرادت سيدة من الزهرة معاتبة رجل من المريخ، عليها أن تكون أكثر اتزاناً، فما تتقبله صديقتها لن يتقبله زوجها. فعقل الرجل يختلف عن عقل المرأة. الذكاء والصبر وحدهما قادران على تدريب كل من شخصية الرجل والمرأة حتى يستطيع التقرب من بعضهما وإحراز النقاط وصولاً للتعادل في العلاقة الزوجية، وبالتالي الرضا. نصائح قابلة للتنفيذ. نبدأ أولاً بنصائح للرجل المريخي. عليك أن تفعل الكثير من الأشياء الصغيرة حتى تستطيع المرأة أن تقدر الأشياء الكبيرة. لا تحمل كلام المرأة إلى أبعاد مختلفة، فهي وإن أطلقت التعميم فهي تريد أشياء صغيرة. اعلم أن النساء لا يطلبن، لأنهن يشعرن بإهانة الذات إن قمن بذلك، فحاول أن تبحث بنفسك عما تحبه زوجتك وفاجئها به. الابتسامة على شفتي زوجتك لا تعني السعادة، ولكنها تحاول إكرامك بذلك وإخفاء تعبها في بعض الأوقات، فاحتضنها إن شعرت أنها متعبة ورغم ذلك مبتسمة. إن قالت المرأة انسى الموضوع، فاعلم أنها في أشد الحاجة لك، وأنها محطمة من الداخل بالقدر الكافي ليجعلها تتجنب الحوارات. المرأة التي تبذل دائماً دون اعتراض هي مرأة تعيسة، لهذا عليك ترك مساحة لها لقول رأيها وتشجيعها. والآن نصائح للمرأة من الزهرة. المشاعر أمر مهم لدى الرجل، فهو يحب أن يشعر بالحب طيلة الوقت. حاولي إرشاد الرجل لما تريدين بطريقة هادئة، وابتعدي عن العصبية والتجريح. لا تقومي بالتذمر عند إعداد الوجبة، فالرجل يهب نقاطاً أكثر إن أعددتها وأنت متأنقة مبتسمة شاكرة له مجهوده في العمل. لا تقومي بالتعديل على عمله أو نصحه بطريقة مباشرة أو أمام الغير. إن شعرت أنه أخطأ ونادم على خطأه، فعليك أن تقبليه وتهبيه الكثير من الحب لتعزيز مشاعره الإيجابية، ولا تصاعد الأمور حتى لا يثور ويهاجمك وينقلب إلى محام يبرر الأخطاء التي قام بها
حتى وإن شعر بهذا في داخله. عليك أن تبدأي في التفرقة بين حالين من الابتعاد: ابتعاد بعد مشاكل خاصة بك، أو ابتعاد بسبب البحث عن نفسه والهدوء الذاتي. الأولى ذكرناها في النقطة السابقة، بينما الثانية عليك الانتظار ليعود إليك بنفسه. تعلمي توجيه رسائل حب موجزة عن مشاعرك له. نصل هنا إلى نهاية التلخيص، نأمل أن يكون قد أعجبكم. سنكون سعداء جداً إن تواصلتم معنا لتبدوا لنا ملاحظاتكم.